الحمد لله على هذه النتيجه هذه اللي تثمرات المجهود ديال اللاعبين والتشجيعات اللا مشروطه من الجماهير. تنشكرهم بزاف. الشوط الاول لعبناه في الميدان ديالنا وامام الجماهير ديالنا اللي تخلينا اننا نعرفوا كيفاش ندبروا ان شاء الله هذه النتيجه في الروتور ان شاء الله عند الفريق التونسي. نتمنوا اننا نكملوا فهاد لاغرينتا ديال هاد اللاعبين ان شاء الله ونحققوا المبتغى ديال الجماهير والمكونات فريق الوداد الرياضي ان شاء الله.